للحديث أكثر عن سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية وأثر ذلك على اقتصاد العراق وعلاقاته الخارجية، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، بداية أهلا بك. اللجنة المالية البرلمانية تقول إن أكثر من 10 مليار دولار سنويا تهدر بسبب الفساد في المنافذ الحدودية فقط. باعتقادكم، من المسؤول عن هدر كل هذه المليارات الكفيلة بسد عجز الموازنة؟ مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة المسؤول الأول والأخير هو النظام السياسي، نظام المحاصصة المقيتة، واللي هو بالتأكيد ولد مافيات الفساد اللي تقودها ميليشيات وأحزاب الحقيقة هي أقل ما يقال عنها بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية. لذلك العملية هذه أصبحت عملية تراكمية منذ 2003 ولحد الآن، هدر واسع ومستمر بثروات العراق. يعني ليس فقط المنافذ الحدودية اللي يشكل مدخول الأساس للدولة العراقية أقل من 5% أحيانا، العفو يعني 20%، يعني خمس الواردات الحقيقية. لذلك التجارة والتأثير على المنتوج الوطني، زائد أيضا لا ننسى أيضا نقطة مهمة جدا، هي مرتبطة ب قضية مزاد العملة وتهريب العملة، لأنه هذه البنوك الحقيقة والمصارف الأهلية هذا أيضا خاضعة لميليشيات ومافيات مرتبطة بإيران ومرتبطة بميليشيات أخرى في المنطقة، في لبنان وفي اليمن وفي سوريا أيضا. هذه المعضلة الجمة الحقيقة. نعم دكتور حامد، هذه الإجابة ربما تقودنا إلى سؤال جديد مفاده: من المستفيد إذن من هدر المال العام، ولماذا تصمت الحكومة على هذا التربح غير المشروع؟ ببساطة شديدة، الحكومات اللي جاءت منذ 2003 لحد الآن هي حكومات محاصصة، هي نابعة من رحم هذا النظام. لذلك هي من يشكل الحكومة؟ تشكل الحكومة هي هذه الأحزاب والميليشيات، هي بالحقيقة حكومة ميليشيات وليست حكومة وطنية، حكومة تكنوقراط مثل ما يدعون. جائز هم يرممون بعض الأمور ويزوقوها ببعض الوزراء اللي يعني ينتمون إلى فعلا إلى الجانب المهني من العملية، لكن الهيمنة، شوف أنت المكاتب الاقتصادية، شوف حتى مكاتب الوزراء، هو الوزير جائز يمثل الوزارة لكن اللي يحكم بشكل فاعل هي هذه الأحزاب عبر مكاتبها وأمنائها ومكاتبها الاقتصادية وميليشياتها وتهديداتها. هذا هو الوضع الحالي الحقيقة. في الوقت الذي تشهد به المنافذ الحدودية مع إيران تطويرا مستمرا، العمل في تأهيل منفذ صفوان نجده متوقفا منذ عام 2012. باعتقادكم دكتور، ما هي الدوافع التي تبنى عليها خطة الحكومة في تطوير المنافذ وعملها؟ المنافذ الحقيقة ليست تحت سيطرة الدولة أو ما يسمى دولة، إذا شاءت التعبيرات مثل ما يقول، يعني إذا جاز التعبير أنه دولة، السلطات اللي موجودة في البلد فاقدة هذه الشرعية الدستورية والقانونية. لذلك أنا أجيب لك مثال بسيط قبل فترة قصيرة، في منفذ القائم راحت مفرزه او قوات من جهاز مكافحه الارهاب، سيطرت الى حد ما لفتره قصيره، فيما بعد دخلت عليها ميليشيات جاءت من بعض المناطق القريبه ومن سوريا. هذه الميليشيات تمثل ايران، ولذلك استعادت هذا المنفذ ومنافذ اخرى كثيره. الحقيقه هي ليست فقط في الوسط والجنوب وفي الغرب والشرق، وانما ايضا هم قسم من الميليشيات اللي تمثل الجانب الاسلامي يعيبون على الحكومات انه منافذ كردستان، ايضا منافذ الشمال، يعني ابراهيم الخليل وغيرها، منافذ كثيره موجوده في سليمانيه واربيل، هذه وزاخو. الحقيقه هذه ايضا خارج اطار سيطره الدوله. فلذلك هي العمليه المنافذ. نعم سيد حامد، مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في تقرير له قال إن الميليشيات تهيمن على الشؤون التجارية في العراق. باعتقادكم، أين الأجهزة الرقابية من هذه المنظومات التي بنتها الميليشيات؟ لا توجد منظومات الآن اسمها موجودة، هناك بعض الهيئات واللجان اللي تابعة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لكنه غير فاعلة، يعني لأنه عملية الفساد عملية منظمة، هناك شبكة مافيات هي اللي تقود الدولة، فما أن يخرج شخص نزيه ووطني
حتى لا يقمع، لو يقال، لو يبعد عن هذا، او حتى يصفى جسديا احيانا. نعم لذلك هاي العمليه عمليه محفوفه بالمخاطر بالنسبه للتوجه الحقيقي الوطني في مجابهه هذه الميليشيات. ونشوف العمليات الاخيره في قضيه اقتحام المنطقه الخضراء، هذا دليل قاطع على انه الدوله او الحكومه ليست لها اليد الطوله في نعم العمليه الامنيه والاقتصاديه. الآن إلى أي مدى ترى بأنه يمكن ربط المنظومة الاقتصادية التي بنتها الميليشيات في العراق وإدراج المفوضية الأوروبية للعراق ضمن الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي؟ هل ثمة قسم مشترك؟ العملية تحتاج إلى تجفيف حقيقي للموارد المالية لهذه الميليشيات، يحتاج لها جهد دولي منظم أوروبي وإقليمي وعراقي، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الجانب العراقي. يعني ما أن نجد الآن تغيير حقيقي للمنظومة السياسية الاقتصادية في العراق. يعني هناك حكومة تتشكل من رحم هذه الانتفاضة المباركة، يعني تمثل طموحات الشعب العراقي. بالإمكان فعلا مجابهة هذه، تفتيت هذه المنظومة، وبالتالي أيضا إقصاء الأحزاب والميليشيات واللجان الاقتصادية عن سدة السلطة الاقتصادية والمصرفية في البلد. لذلك أنا أقول لك العملية ليست بسهلة، العملية تحتاج تضامن. لكن نعم. أيضا أنا الحقيقة أشير إلى نقطة مهمة جوهرية، تفضل. هي أنه الاتحاد المفوضية الأوروبية والعالم بصورة عامة، الأمم المتحدة، يجب أن لا تركز فقط على الجانب المالي اللي يتضرر منه صحيح العراق وهذه الدول، نعم. لكن أيضا على الجانب الإنساني، على جانب التسليح اللي تتمتع به هذه الميليشيات وتعمد بشكل واضح في قتل المواطنين العراقيين. وأيضا العملية أصبحت الآن قتل على مستوى الإقليم، يعني الإقليمي بصورة عامة. فلذلك تجنب هذه الشعوب مخاطر وتهلكة الوضع الآن الذي يمر به العراق ودول الجوار. نعم. إلى سؤالي الأخير الموجه إليك سيد حامد، القرار الأوروبي الذي يصنف العراق دولة ذات أو تشكل خطرا ماليا، باعتقادكم إلى أي مدى ترى أن هذا القرار له تأثيرات وتبعات على مستقبل الاقتصاد العراقي بشكل مباشر؟ كبير، التأثير كبير الآن واضح، لأنه إذا أخذنا فرزنا نقطتين أو ثلاثة، نعم. منها تحديد التعامل المالي والتحويلات المالية، وأيضا السماح للشركات، يعني هناك تحويلات من وإلى العراق، نعم. هذه أيضا تتوقف وتتعرض إلى تدقيق عالي، ويمكن يكون هناك فعلا منع يعني إلى حد ما. ثانيا الشركات، يعني الاستثمارات الأجنبية، يعني أعتقد راح تتوقف، لأنه لا توجد تسهيلات يعني مالية وضمانات ائتمانية، نعم. لأن تكون، لأن الائتمان أيضا راح يرتفع قيمته كلفته. لذلك يتجنب، مثل ما عرفنا، رأس المال أولا جبان، ثانيا يبحث عن الربح وليس الخسارة. فالعراق أصبح ساحة طاردة للاستثمارات، ساحة طاردة لفعلا التشغيل والمشاريع الكبرى اللي بالإمكان الشركات أو الدول اللي إلها فعلا إمكانيات كبيرة في العراق أن تستمر بهذا العملية مع يعني العقوبات الجديدة اللي فرضت، وأنا أعتقد تتوسع مع الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي مر بها العراق، نعم. ومع وباء كورونا المسألة راح تأخذ جوانب الحقيقة معقدة أكثر مما نعيشه، والله يكون بعون الشعب خلال الفترة القادمة. كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.